ساعشري بيتكم ومرحبا بكم فيش معنى. الحلقة اللي فاتت حكينا على الانتي اليسينج وتنجموا تشوفوها لنا، واليوم باش نحكيو على الفيسينج. من غير ما نزيد في الحديث يلا نبدا. اش معناها فيسينج؟ كالعادة قبل ما نبداو نحكيو لازم نفسر حكاية. ليزيكرون تاعنا متاع البي سي، التلفاز متاعنا، ليكرونات متاع التليفونات، ليزافيشور الكل بصفة عامة يوريونا التصوير اللي نراوها، يعني الفيديو، عن طريق التصاور يتعدي بكونتيتي كبيرة في الثانية الواحدة. معدل عرض الفريمز هذا يتسمى ريفريش ريت، وبمعنى آخر قديه ينجم ليكرون تاعك يعدي من تصويرة في الثانية. المشكلة اللي تصير هي أنه كي يبدأ عندك كارت جرافيكة قوية تنجم تعطيك معدل فريمات وإلا FPS وإلا فريمز بير سكند اللي هي الابريفياسيون تاع FPS، ما عرفش علاش قلت وإلا حصيلو. كي تبدأ عندك كارت جرافيكة قوية هكا تنجم FPS هذا يفوت الريفريش ريت نتاع ليكرون تاعك، وهذا اللي يخلي برشا فريمات يتعدى ويفوت الريفريش ريت نتاع الاكرون، وهذا اللي سبب FA تسمى سكرين تيرينج، يعني 4 ولا 5 فريمات يبداو مع بعضهم في فريم واحده، وهذا اللي سبب سكرين تيرينج كما تروا في الفيديو هذا. السوليسيون هنا هي الفيسينج، وهي اللي تخلي كارت جرافيك نتاعك ما تعطيش البيرفورمانس نتاعها كامله وتطيح منها شويه باش الاف بي اس اللي تخرجه وتعطيه للاكرون ما يفوتش الريفريش ريت نتاع الاكرون نتاعك. وفيكا اخرى مختلفه توتالمون على اللي كنا نحكيو عليها، وهي الكا اللي تصير لنا احنا برينسيبال مو بويسكو عندنا دي كارت جرافيك معناها واو توينس معناها GTC 70 تحسنا شعب كامل. حاصيلو كي تبدا عندنا كارت جرافيك ضعيفه ما توصلش الاف بي اس للريفريش ريت نتاع الاكرون، وهنا الاكرون تصير لها حاجه تسمى ستاترينج، يعني يصير في تسمى ستاترينج هذايا اللي الاكرون تقعد تستنى في الكارت جرافيك باش تعطيها الفريمز الناقصين، خاطر الفريمز ما يوصلوش للنيفو نتاع الريفريش ريت نتاع الاكرون. وهنا يدخلوا دي تكنولوجي اخرين هما دي فارياسيون نتاع الفي سينك واللي يتسموا جي سينك وفري سينك. اليوم نعرف ديجا كثرت عليكم، ما عادش باش نزيد نحكي عليهم، نخليهم الفيديو نتاع غدوه. حصلوا الاولاد ان شاء الله عجبتكم الفيديو. شايه طيبه، وعلى شايه طيبه ثاني مره هذه الاسم هنا هاي برا نستوي.